ما فيش فيهم غلطة، كلهم زي ما بيقولوا متنقيين على الفرازة، حلاوتهم خاطفت عقول الجمهور والناس بقت تستنى المسلسلات علشان خاطرهم. تعالوا مع بعض نشوف أحلى ممثلات ظهروا في مسلسلات رمضان السنة دي ونعرف إيه حكاية المنافسة ما بينهم. أول واحدة معنا في القائمة هي هدى الإتربي، أو زي ما طلت علينا وخطفت الأضواء في مسلسل العتاولة باسم دينا رفارف. هدى الإتربي من أول لقطة ليها في مسلسل العتاولة خطفت الجمهور وراها، والكل بقى عاوز يعرف إيه سر حلاوتها وإزاي بقت جميلة كده رغم إن وزنها زاد شوية عن أول مرة ظهرت في التلفزيون. وعلى فكرة دينا رفارف خلاص بقت فتاة أحلام ناس كتير، ما هو الموضوع مش حلاوة وخلاص، لأ دي كمان دلوعة قوي زي ما تابعتوها في المسلسل، لدرجة إن الجمهور بيقول عليها بطل الجيل. لكن هل فعلا هدى الإتربي أحلى واحدة في رمضان السنة دي؟ تعالوا نشوف البطلة اللي معانا دلوقتي وانتوا تحكموا. اللي هنتكلم عنها دلوقتي هي أسماء جلال، بطلة مسلسل أشغال شقة، اللي حصل تغير كبير في شكلها بعد ما خلعت الحجاب. أيوة هي كانت محجبة لأنها أصلا كانت موديل ملابس محجبات. أسماء جلال عملت شوية أدوار صغيرة خلال السنين اللي فاتت لحد ما تألقت واشتهرت بدور عالية في مسلسل نسر الصعيد مع النجم محمد رمضان. ورغم إن جسمها رياضي وشكلها جميل وكل الشباب معجبين بيها، لكن اللي محدش عارفه هو إن أسماء جلال كان نفسها تبقى محترفة في مجال الرقص مش التمثيل، وعشان كده مشهد الرقص في مسلسل أشغال شقة كان طالع 10/10 والناس حفظته من كتر ما اتفرجت عليه. قائمة الأبطال لسه ما خلصتش، واللي هنتكلم عنها دلوقتي اشتغلت مع الاتنين اللي لسه متكلمين عنهم لأنها ظهرت في أشغال شقة مع أسماء جلال، وكمان مشاركة في العتاولة مع هدى الإتربي وأحمد السقا وطارق لطفي وباقي الأبطال. طبعا واضح إننا بنتكلم على الفنانة نهى عابدين اللي الدنيا اتقلبت بسبب مشهد الرقص البلدي بالعباية وطلعت ترند من أول ما اتعرض المسلسل، وخلاص الجمهور طلع عليها لقب وحش الكون. بصراحة نهى عابدين مش أول مرة تبقى ترند، ورغم أن عمرها ما عملت مشاهد جريئة إلا من وقت للتاني بتطلع ترند، مرة بسبب جلسة تصوير ومرة بسبب صور على البحر، لكن عموما نهى عابدين قدرت تخطف الأضواء وتكون محل اهتمام الجمهور. والسنة دي عاملة الشغل حلوة قوي سواء في مسلسل العتاولة أو مسلسل أشغال شقة أو مسلسل سر إلهي مع روجينا. الفنانة اللي هنتكلم عنها دلوقتي هي فرح يوسف اللي بتعمل دور أمال في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة. فرح يوسف أثبتت فعلا أنها موهوبة وواكلة ترند بالفن والتمثيل، مش مجرد أنها بنت جميلة، ولو اتفرجت على أعلى نسبة مشاهدة هتلاقيها بتأدي الدور مظبوط، بتمثل بثقة قدام الكاميرا زي الفنانين الكبار. عندنا كمان السنة دي ميران عبد الوارث اللي بتعمل دور بسيمة في مسلسل المعلم مع النجم مصطفى شعبان، ده غير كمان الفنانة السورية ريام كفارنا اللي بتعمل دور دكتورة جيجي في مسلسل صلة رحم. اوعى تتفاجئ لما تعرف انها سورية، هي شاطرة ومتمكنة من اللهجة المصرية شوية. القائمة طويلة والحلوين كتير، بس دي ابرز مجموعة عملت ضجة على السوشيال ميديا في الايام اللي فاتت. انتوا كمان قولوا لنا رأيكم، مين اكتر واحدة تستاهل لقب بطلة الابطال او زي ما بيقولوا وحش الكون؟